جديدة مشاهدي قناة ليبيا بانوراما على برنامجكم يوميات مواطن. موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عليه حصيلة 2016، ما هي الأحداث اللي صارت معانا وأبرز الأحداث سواء كانت سلبية أم إيجابية. زي ما عودناكم خلينا ننزلوا للشارع الليبي ونشوفوا آراء الناس. ما فيش حاجة معينة هيك صارت معي، والله ما لك الحمد، يعني من الله سبحانه وتعالى كله كويس، ونتمنى أن تكون 2017 خير علينا وعلى الليبيين كلهم. مجمل العام ما صارش معك أي موقف أو أي حاجة سواء كانت محزنة أم لا في 2000؟ والله لا، لا مفرحة ولا محزنة والحمد لله على أي حال. والله إيش بقولك، هي أول مشكلة مشكلة السيولة والأمن والأمان، وإن شاء الله 2017 تكون خير وبركة علينا على الليبيين كله، وإن شاء الله توفر السيولة والأمن والأمان وربي يهدي العباد والعباد وإن شاء الله خير. يعني يقولوا بالنسبة لك 2016 ما كانتش حلوة بالنسبة؟ يعني هيك ما تقدرش تعمي تقول مش حلوه، لكن هيك وهيك هذه ظروف الحياه، وان شاء الله خير وان شاء الله 2017 ان شاء الله السنه المقبله تكون خير على الليبيين كله، وان شاء الله يكونوا حنينين على بعض وطيبين ويتفاهموا بعض، وان شاء الله تمشي الامور، وان شاء الله توفر السيوله، وان شاء الله الاحسن. والله بتكون مرت جميع المواقف سواء كان شخصيه، ان شاء الله تعتقد ان المواقف اللي مرت عليك كويسه مش سلبيه جدا، بس بصفة عامة الوضع طبعا العام مأثر على الناس كلها بما فيهم العبد لله طبعا. فهذه 2016 كانت سنة للأسف شديد، يعني بصفة عامة زي ما قلنا مش ما فيهاش المتطلبات متاع المواطن العادي، وكانت فيها العديد من الصعوبات اللي تواجه المواطن لعند اليوم. إن شاء الله نتمنى أن السنة الجاية نتجاوزوها، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن إن شاء الله. هو الإنسان بطبيعته أن طالما أنه هو حي يرزق، هناك إيجابيات وهناك سلبيات، ويحس بالإيجابيات ويحس بالسلبيات. فأنا شخصيا كمتقاعد أحس بأن هناك سلبيات كثيرة في سنة 2016، اللي هي غلاء المعيشة وفق الأسعار وارتفاع سعر العملات الأجنبية اللي وصلت إلى رقم خيالي يعني، والمرتبات هي والأوضاع هي، ولكن الارتفاع الأسعار سبب مشاكل كثيرة. بعدين النقطة الثانية السلبية اللي هي الكهرباء، قطاع الكهرباء اللي معناه يصل إلى 6 ساعات و7 ساعات و8 ساعات. أنا أستغرب في ذلك، لأن ليبيا كدولة يعني تملك الطاقة الأساسية في العالم اللي هي النفط، ما يجبش يكون عندها مهما كان، يعني هم لو خسروا حتى مليار. والله بالنسبة لنا كليبيين كلها كانت سلبية، ما في شيء إيجابي، من كل شيء، من أزمة سيولة، من أمن وأمان، من كل شيء، ما في شيء كان إيجابي للشعب الليبي بصفة عامة. هذا بالنسبة للشعب الليبي، زي ما تكلمت بالعامة. بالنسبة لي زي ما نقوله حياتك الخاصة، ما كانش في أي شيء إيجابي يعني في هالسنة؟ والله شو منقول لك، ما دام الشعب الليبي ما فيش سلبي، انا مواطن من الشعب الليبي، يعني كله سلبي، ما في شيء ايجابي. والله نتمنى سنه 2017 ان شاء الله تكون سنه ايجابيه لكل الشعب الليبي، ويعود الامن والامان، وجميع الازمات تتنحى، زي ازمه السيوله وازمه الامن والامان اللي عانوا منها من سنين. والله 2016 تشبحوا فيها قدامكم، شو بنكذبوا عليكم، والله غير صحيح، سنه من بدت لين تمت، ان شاء الله خير وخلاص. شو المواقف، ابرز المواقف اللي مرت عليك كويسه او مش كويسه؟ والله مره ماشي المصرف، مش بنسحب انا يا ربي، بنشوف حسابي شو فيه شو ما فيش، لقيتهم شادين طب ويجلدوا فيه، ما عادش عرفت مصرف ولا مدرسه. ايه هذا هو الرسمي واقع من انكراش انا. يعني بصراحه سلبيات غير 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 عاديه، وما نخمش لروحي، يعني نتمنى الافضل، ولكن انا لا اعير لنفسي اي شيء، ولكن اعير لاحفادي وللاطفال والجيل الجاي كيف يعني. فاتمنى ان تكون السنه المقبله سنه 2019 اكثر خير واكثر ايجابيات على الليبيين يعني، وهذا ما اتمناه، وادعو ان الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع الى ما هو خير للليبيين ولليبيا بصفه عامه. يعني ما مرتش عليك حاجه حلوه؟ لا في اكيد حلوه الحمد لله، واحد قاعد بصحيحته وماشي اموره هذه، لانه مش عندهم، بس كان عندهم رناحه حتى. اي والله، وان شاء الله خير وخلاص. والله طبعا احنا بمجمل يعني الليبيين كلنا احنا كنا نتفائلوا كل سنه افضل من سنه، لكن ان شاء الله نقولوا جاي افضل. يعني بالنسبه ل 2016 مرت سنه
عصيبة طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني ولعائلتي. يعني هي طبعا الظروف المالية وظروف المصارف والوضع الراهن للبلاد بصفة عامة وهالحروب على المستوى الداخلي والخارجي للدولة الليبية، يعني صراحة يعني ضرت المواطن الليبي بصفة خاصة بالنسبة لي أنا وبصفة عامة الليبيين، يعني هذا نسمع فيه طبعا من شكوى الليبيين ككل يعني. وبالنسبة لعام 2017 والله متفائلين خير إن شاء الله، متفائلين خير يعني باعتبارنا بهذه الأيام يعني بهطول هالأمطار وهالخيرات اللي جاية، نقول إن شاء الله 2017 تكون أحسن إن شاء الله. أما نقعد بهذا الشكل يعني والليبيين يعني معيشتهم ضنكة، نقولوا ضنكة فعلا ضنكة، يعني ما نشبهش للي أصحاب المتاجر والمحلات والرأسماليين، نشبه للناس البسطاء، الناس اللي مساكين اللي يتقاضى في 400 و300 و500 دينار، هذا كيف يستطيع يعيش؟ إذا كان الحليب واصل إلى 2 جنيه و3 جنيه، إذا كان الدقيق واصل السعر مش عارف يعني غالي، فهذه هي هذه سلبيات. الإيجابيات ممكن بسيطة هي، ولكن الإنسان ما يقدرش ينكر، هو كفاية أنه هو يتنفس وعايش، يعني هذه تعتبر إيجابية، أنه مازال ما انقبضش عليه ومازال ما قضاش عليه ومازال ما هذا إيجابية، هذه تعتبر نقطة إيجابية كعلى مستوى الفرد يعني نقطة كليانة يعني، ولكن عموم الليبيين يعني عايشين بصراحة مش والله. مرت الحمد لله 2016، واتمنى إن شاء الله الخير لليبيا في سنة 2017، وكل عام والشعب الليبي بألف خير إن شاء الله. بالنسبة خلينا على الصعيد الشخصي، أكيد كانت في حاجات مفرحة بالنسبة لي، كانت في حاجات أكيد حزينة في 2016، بحاولك تتذكر لنا مواقفك. والله شيء هي كانت أغلبية المواقف بالحزينة اللي هي موضوع السيولة بالنسبة للشعب الليبي، يعني حسب ما نشوفه إحنا يعني أكيد معظم الشعب يتفرج على يشوف الوضع قدام اللي صاير بالذات، خاصة أنت تبدي في الطريق وتختمي من قدام مصرف وتلقي زحمة الناس والناس الكبيرة اللي هي الشابين والعزايز مساكين، هم أكتر فئة يعني صراحة أنا بالنسبة يسخفوا فيها. أتمنى إن شاء الله أن ربي يسهل الأمور إن شاء الله. شيء إيجابي شفته في 2016 مستحيلة، يعني بتقولي السنة كلها مرت عليك حزينة، فأكيد في شيء حلو يعني. الشيء الحلو انه هو الواحد قاعد الحمد لله بصحته وصحة عائلته كويسة، هذه أهم حاجة وأحلى حاجة في سنة 2016 بالنسبة لي. والله بالنسبة للحاجات الحلوة كانت في ألفتي بأسرتي وجيراني وأحبابي وأصحابي وزملائي في العمل، ومتفائلين خير طبعا برب العالمين قبل كل شيء دائما يعني نتمنى الخير لأخوتنا الليبيين كلهم طبعا اللي برا واللي هنا إن شاء الله. أكيد في حاجات سلبية أنت شفتها في 2016، شنو هي الحاجات هي؟ والله مهما كانت سلبية لكن قلت لك الأمل في رب العالمين، ولكن في طبعا أكيد كل واحد بيمر بعدة ظروف، والخير والشر موجود من بداية الخليقة لنهاية الخليقة، هذا مش تقييم زي بعض الناس يقول لك هذه آخر الدنيا، هذه علامة الدنيا، هذه كذا، بالعكس نشوف في كل المؤمن مصاب وابتلاء من الله، واللي ابتلاه ربي حبه أكيد، وإن شاء الله يفرج علينا أجمعين يعني إن شاء الله يا رب العالمين. هذا ما نتمنى يعني لكل الناس أن تفكر بك، في نفس الوقت لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، يعني لو مشينا حتى بالآية هذه نتمنى الخير يعني اللي زي ما نتمنى لنفسي نكون عند غيري. باش الصعيد الشخصي حضرتك تكلمت على الصعيد زي ما نقوله العام، كيف شفت 2016 بالنسبة لي وضع البلاد زي ما نقوله، شو الحاجات اللي ما عجبتكش وتتمنى أن هي مستقبليا أن هي تتصلح؟ يعني أول حاجة لازم أن احنا الليبيين يعني نتعاونوا مع بعض ونرحموا بعض، عشان رحمة ربي واسعة تنزل على العباد بالأجمعين، وفي نفس الوقت تكون في ألفة بيناتنا ورحمة بينا ورحمة بصغارنا وكبارنا، إضافة على هيك
يعني مثلا زي المصارف، يعني عندنا مشكلة السيولة نفس الشيء، متوفر السيولة نشبح بها الحمد لله، إنما لكن الناس متعطشة للكلام هدايا خوفا من الظروف، خوفا من مواسم الدراسة، مواسم الأعياد، مواسم الأعياد مر عليهم، بحيث إن هي يعني دايرين احتياطات، ولكن بالغوا في الموضوع إن الاحتياط أكثر من اللازم. يعني لو يرحموا بعض، اللي عنده 1000 اللي 2000 يخلي اللي غيره مثلا، ويبدو يحاولوا يساعدوا بعض. يعني زي ما نقسم الخبزة يأكلها هو وجاره، يعني فردة توكل نفرين، يعني لقمة هنية توكل 100. مشاهدينا الأعزاء، شفنا زي ما عودناكم آراء الناس حول سنة 2016 كيف كانت بالنسبة لهم. على الأغلب سنة 2016 كانت صعبة بالنسبة للناس، نتمنى يا رب السنة المقبلة تكون فيها أحداث وتكون فيها حاجات وتكون هلبة مشاكل انحلت. على الصعيد الشخصي يعني بالنسبة لي كانت عندي شيء إيجابي في سنة 2016، ألا وهو برنامج يوميات مواطني والكادر الفني. قبلوا تحياتي واستنوني أكيد في حلقة جديدة وسؤال جديد. إلى اللقاء.